استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم للبحث في التطورات اليمنية والجهود الأممية والإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحلال السلام والاستقرار. وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية السفير البريطاني أمام مسجدات الأوضاع المحلية وخصوصا في ضوء الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية والبنى التحتية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، متطرقا إلى السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات تلك الاعتداءات الإرهابية بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتأمين الخدمات الأساسية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وضمان حرية التجارة وإمدادات الطاقة العالمية بدعم من الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن دور المانحين والشركاء الدوليين. من جانبه أشاد السفير أوبنهايم بالجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والتعاطي المسؤول مع المساعي الحميدة التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء الهدنة. في العاصمة الأردنية عمان التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديركهوف لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأفاق التعاون ودور هولندا في دعم المسار السياسي والسلام الذي ترفضه ميليشيا الحوثي الإرهابية. وخلال اللقاء لفت مجلي إلى أن المجتمع الدولي تهاون مع العدوان الحوثي وهجمات ميليشياته الإرهابية على الشعب طيلة سنوات الحرب، مثمنا جهود هولندا التنموية طيلة 45 عاما الماضية. بدور أشار السفير الهولندي إلى أن بلاده أدنت الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والاقتصادية وأنهم يدعمون موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب في تحقيق السلام. وفي سياق آخر أشاد مجلي بدور المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم لبلادنا في مختلف المراحل والظروف لا سيما خلال المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي الذي ناقش معه التطورات والعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين. من ناحيته عبر رئيس مجلس النواب عن دعم الأردن الثابت والدائم ووقوفه إلى جانب شعبنا ومساندته للحكومة في عدن، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم المساعي الأخوية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وفي سياق منفصل ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة مع السفير الأمريكي لدى بلادنا تطورات الأوضاع في ظل استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا استهداف المدنيين والبنية التحتية وعدم التزامها بتجديد الهدنة الإنسانية وجنوحها للسلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث. وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مختلف المجالات والتنازلات التي قدمها المجلس الرئاسي في سبيل تجديد الهدنة الإنسانية والعمل على توسيعها ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل. وفي وقت سابق أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس حكومة المناصفة معين عبد الملك حزمة إجراءات اقتصادية وصفت بالتدميرية من خلال رفع مصارفة الدولار الجمركي من 500 ريال يمني إلى 750 ريال. وبحسب ما يراه مختصون أن هذا القرار سيقضي بهذا القرار الكارثي غير المسؤول على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين وسيسهم في مزيد من تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام باقي العملات الأجنبية. وكان يوم السبت الماضي قد أقر مجلس القيادة الرئاسي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الحرجة مع اتخاذ المعالجات الفورية بشأنها. وقالت مصادر مطلعة أن المعالجات التي اتخذتها خلية معين ستكون من ظهر المواطن رغم اعتراض وزير المالية سالم بن بريك على هذا القرار بهكذا توقيت. إلى ذلك ناقشت خلية الأزمة في اجتماعها عبر الاتصال المرئي أولويات عملها وآلية تنفيذ المعالجات للقضايا والمسجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية. وأقرت بهذا الخصوص برنامج عملها وأولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط. وأحاط رئيس حكومة المناصفة أعضاء خلية الأزمة بالعرض الذي قدمه إلى مجلس القيادة الرئاسي حول السياسات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والخدمي والسلعي والتوجهات الصادرة من مجلس القيادة حول ذلك. وتم إقرار الآليات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية وضرورة اطلاع كل وزارة وجهة حكومية بمسؤوليتها في هذا الجانب رغم مخاطر هذه الآلية على القدرة الشرائية في السوق المحلي بحسب الخبراء.